بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة حسن زراعة أسطح. اليوم ندير واحد الدرس إن شاء الله على الورد الجوري، كيفية إكتار الورد الجوري في المنزل. هذا الورد الجوري راه فيه الألوان، فيه الأبيض والأصفر والأحمر، وندير كيفية التعقيل ديالو إن شاء الله. أنا كنت واجه هذه الحديقة المنزلية وبالي فيها الورد الجوري، وبغيت ندير معكم هذا الدرس هذا على كيفية إكتار الورد الجوري في المنزل، وغنستعملوا هرمون تجدير اللويفيرا أو سائل ديال اللويفيرا. كتشاهدوا هذا الورد الجوري أبيض، هذا اللون الأبيض فيه كما كليك. هنا راه موجود الورد الجوري، غتلقاو في الحدائق ديال المنازل ديال الأصدقاء ديالكم أو في الحدائق. تاخذوا بعض العقل وديروا نفس الطريقه وان شاء الله غتنجح عندكم العقله كما كتشاهدوا. الان غادي نمروا ناخذ واحد العقله كما كتشاهدوا، نقطعوها تقريبا واحد العقله تكون فيها 15 سنتيم او 20 سنتيم. هيا هيا العقله ديالنا، ونخفوها من هاد النموات على هاد الشكل. انا خديت بعض العقل كتشاهدوا، ها هما بعض العقد، وغنستعملو هرمون جدير لإسراع في النمو. هرمون جدير غنستعملو داك اللزيج ديال الويفيرا أو سائل الويفيرا، ولا تستعملو القرفة والعسل، خليط من القرفة والعسل تا هو هرمون جدير. ولا تمشيو المحلات ديال بيع المواد الفلاحية راه كيبيعو هرمون جدير، وتاخذوا من واحد القرعة ديال هرمون جدير وتستعملوها في دائما عندكم في إكتار العقل. دابا غادي نمروا الطريقة إن شاء الله. نبات الويفيرا هنا هو موجود، ها هو اللجيج ديالهم كتشوفو كما قطعتو. نستعملو هاد السائل كتشوفو، ناخدو العقلة ديالنا ونديروا له داك اللزيج. نعمروها بزاف، وضعها جانبا وناخذ الاخرى حتى هي نفس الطريقه. هاهما دابا هادو موجودين. إذا ما عندكش هاد الويفيرا، استعمل العسل والقرفة، تخلط العسل مع القرفة ودهن بيه هاد العقل هادي ديالك. الآن التربة ديالنا هي تربة صفراء خفيفة الصرف. بسم الله نوضعو دوك العقل تقريبا واحد 10 سنتيم. كتشاهدوا ثم نسقيو ونديرو واحد الحماية، نغطيو واحد الساك بلاستيكي نساقيه، نحافظو عليه نساقيه. موعد الزراعة ديال الورد الجوري راه كيبدا من شهر 12. كتشاهدوا نوضعو عليه هاد الساك بلاستيكي، وان شاء الله خلال 20 يوم غنجيو نكتشفو هاد العقل ديالنا. هانتوما كتشاهدوا واحد الحماية على البرد الصقيح، ونوفروا لها الرطوبة نيت. هناك كتشاهدوا أنا درت العقل ديال الشفريرة، هاهما الحمد لله نجحوا. هاهما نجحوا نبات الشفريرة، عقلتو هنايا كتشاهدوا، ملي جيت ديك الخطرة عقلت فيها هذا النبات، هو ناجح الحمد لله. وهذا الورد الجوري حتى هو كتشاهدوا. كنتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم وسهل، واللي عندي شي سؤال مرحبا على قناة حسن زراعة الأسطح. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.